يا حسرة على ما يأتيهم من رسول إلا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ وإن لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
What is that?